بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع القرآن. مشاهدينا الكرام، أعظم مدرسة للأجيال تراجم الرجال. كان علماؤنا يوصون بمطالعة سير الصالحين من الصحابة والتابعين والعلماء والعباد والزهاد، وكانوا أيضا يوصون بالوقوف على أخبارهم وعلى قراءة أحوالهم، لأنها تشحذ الهمة وتقدح في القلب زناد الاقتداء بالرجال العظماء. في هذه الحلقة سننظر في سيرة أحد أعلام الإسلام، وهو الإمام ابن الجزري. هذا الإمام الكبير الذي ملأ الدنيا علما في التجويد والقراءات، سنتعرف في هذه الحلقة على جوانب مهمة من حياة هذا الإمام الكبير، ومحتوى هذه الحلقة مأخوذ من ندوة أقامتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن بمناسبة مرور 600 عام على وفاة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. قصة هذا الإمام قصة عجيبة، عجيبة من أولها حتى آخرها. فقد كان والد هذا الإمام تاجرا، مكث والده 40 سنة لا يولد له ولد، ثم حج وشرب من ماء زمزم، شرب من ماء زمزم بنية أن يرزقه الله ولدا صالحا عالما، فولد له ابنه محمد بن الجزري. دعونا مشاهدينا الكرام في البداية نتعرف على هذا الإمام الجليل في هذا التقرير. الإمام ابن الجزري علم كبير من أعلام علماء الإسلام، ارتبط اسمه بالقرآن الكريم وقراءاته، وهو الشيخ أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الدمشقي. ولد في دمشق عام 751 هجرية، ونال قسطا وافرا من الرعاية والتربية والتعليم، إذ أرسله والده إلى كتاتيب دمشق ليحفظ القرآن، فأتم حفظه وهو ابن 13 ربيعا، وصلى إماما بالناس في صلاة التراويح وجمع القراءات السبعة وهو ابن 17 عاما، ثم رحل إلى الحج وقرأ القراءات السبعة في المدينة المنورة، ورحل إلى مصر عدة مرات فقرأ القراءات السبعة والعشرة والقراءات الثلاثة بعد العشر. وتميز الإمام ابن الجزري بكثرة الشيوخ الذين أخذ عنهم القراءات والحديث وغيرها من العلوم في الشام ومصر والمدينة المنورة، فمنهم عبد الوهاب بن السلار وأحمد بن إبراهيم الطحان وأبو المعالي محمد بن أحمد اللبان وأحمد بن رجب ومحمد بن صالح وأبو بكر عبد الله بن الجندي ومحمد بن الصانع والإمام الحافظ المفسر المؤرخ أبو الفداء إسماعيل بن الكثير. وكما كثر شيوخ الإمام ابن الجزري كثر تلاميذه، فقد أخذ عنه القراءات شيوخ لا يحصون كثرة وعددا، ومن أبرزهم أبناؤه أبو الفتح محمد، أبو الخير محمد، وابنته أم الخير سلمى، وابنه أبو بكر أحمد الذي شرح طيبة النشر، والشيخ محمود بن الحسين ابن سليمان الشيرازي، والشيخ أبو بكر بن مصبح الحموي، والشيخ نجيب الدين عبد الله بن قطب ابن الحسن البيهقي، والشيخ أحمد بن محمود بن أحمد الحجازي الضرير، والشيخ يوسف بن أحمد بن يوسف الحبشي، والشيخ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن علي الناشري الزبيدي العدناني من علماء زبيد اليمن، شارح الدرة المضية في القراءات الثلاث، وغيرهم كثيرون. وقد تولى الإمام ابن الجزري في حياته مناصب عدة، فقد تولى الخطابة في جامع التوتة، وأسند إليه التدريس في المدرسة الصلاحية القدسية، كما تولى القضاء في دمشق ثم القضاء في شيراز. وبعد حياة حافلة بالعلم والرحلة والتأليف، توفي الإمام ابن الجزري عام 833 هجرية في شيراز، ودفن في مدرسته دار القرآن التي بناها هناك.
مشاهدينا الكرام، الذي ينظر في إنجازات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يظن أنه عاش في عصر فيه ازدهار واستقرار، وربما يظن أن ابن الجزري كان يعيش في حدائق غناء وقصور باسقة، لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن الإمام عاش في زمن مليء بالمحن والحروب والفتن. استطاع الإمام ابن الجزري رغم هذه الظروف الصعبة أن يتلقى القراءات على عدد كبير من مقرئ عصره، واستطاع أن ينشر علمه عبر الإقراء والمؤلفات التي ليس لها نظير. تعالوا مشاهدينا الكرام نتابع كلام الأستاذ الدكتور أحمد الضاوي عن تعامل ابن الجزري مع صعوبات عصره وكيف تغلب عليها. الإمام ابن الجزري رحمه الله عندما نتتبع حياته من حيث التعلم والتعليم نجد بأن الإمام ابن الجزري رحمه الله اعتمد فقها آخر غير الفقه الذي نعتمده اليوم، وهو الذي جعله ينجح في حياته، وهو الذي جعل الله عز وجل يجعل له القبول في الأرض، لأن هنا قراء عديدون يعدون بالآلاف، قلما نتذكرهم أو نذكرهم، ولكن نبغ منهم ابن الجزري ليس بعلمه فقط وإنما بعلمه وصلاحه، فجمع الله له العلم والصلاح فأعطاه ماذا؟ أعطاه الله عز وجل القبول. فالله عز وجل إذا أحب عبدا نادى في أهل السماء أنني أحببت فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا القبول الذي وضع للإمام ابن الجزري رحمه الله جعله ينجح في المستويات الثلاث، فجعله ينجح من حيث التعلم اكتساب العلم واكتساب المعرفة، حيث تجد حافظ القرآن الكريم وهو لا زال يعد بالنسبة لنا في الأطفال 13 سنة، ثم بعد ذلك تلقى العلم على علماء مختلفين داخل بلاد الشام وخارجها، بمعنى هناك رحلة في طلب العلم وهناك إصرار على طلب العلم رغم الظروف العسيرة التي كان يمر بها الوضع العام وليس وضعه الخاص. فتجد هذا الفقه الذي كان يعمل به الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهو الفقه كذلك الذي نكتشف عند كثير من العلماء عندما ندرسه أحوال الأندلس بعد سقوطها في أيدي المسيحيين، وهو العمل بفقه آخر غير فقه التمكين، وهو فقه المستضعفين، وهو الذي يغيب عنا اليوم، بحيث نظهر خلاف ما عليه واقعنا فنجعل خصومنا يعدون لنا أكثر مما نحن عليه حقيقة من القوة والتمكين، ثم نجعل كذلك المحايدين منهم وهم عامة البشر نجعلهم أعداء لنا ألداء بالصورة المشوهة التي نعطيها عن المسلمين، ثم كذلك نعزز فيهم الخوف من الإسلام والمسلمين، وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم معروفة بفوبيا الإسلام. نتيجة ماذا؟ نتيجة أننا نعمل بفقه غير ملائم في اعتقاد المتواضع لواقعنا المعاصر الذي يتعين أن نعمل بفقه المستضعفين وليس فقه التمكين. والقرآن الكريم في مواضع متعددة أشار لهذا الفقه وبينه، وكذلك الواقع العملي لتاريخ المسلمين في أوقات الضعف عملوا بهذا الفقه. وليس معنى فقه المستضعفين فقه الذلة والمسكنة، وإنما هو فقه هؤلاء الأعلام العلماء المعتزون بدينهم والمعتزون بأمتهم والمقدرون للواقع حسب قدره، فتعاملوا معه بما يقتضى
مشاهدينا الكرام، نتعلم من ابن الجزري أن الهمة العالية كالسيل القوي لا تقف في وجهها الصعوبات مهما عظمت. تعالوا نتأمل على سبيل المثال منظومته الدرة المضيئة في القراءات الثلاث. هذه المنظومة نظمها بعد محنة مرت به. ما هي هذه المحنة؟ محنته هي أن ابن الجزري وهو في طريق الحج طلع عليه قطاع الطرق وأخذوا كل ما كان معه وكادوا يقتلونه، وكانت محنة عظيمة شغلت باله وأرقت. ابن الجزري يحدثنا عن هذه المحنة في الأبيات الأخيرة من منظومته الدرة، فيقول: يقول غريبة أوطان بنجد نظمتها، وعظم اشتغال البال واف وكيف لا، صددت عن البيت الحرام وزوري المقام الشريف المصطفى أشرف الملا، وطوقني الأعراب بالليل غفلة فما تركوا شيئا وكدت لأقتلى، فأدركني اللطف الخفي وردني عنيزة حتى جاءني من تكفلا بحملي وإيصالي لطيبة آمنا، فيا رب بلغني مرادي وسهلا، ومن بجمع الشمل واغفر ذنوبنا، وصل على خير الأنام ومن تلا. لاحظوا مشاهدينا الكرام أنه خرج من هذه المحنة لينظم منظومته العظيمة في القراءة الثلاث التي سارت بها الركبان، ولا يزال طلاب القراءة إلى عصرنا هذا يحفظونها ويرددونها. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل أول في هذه الحلقة ثم نواصل، فابقوا معنا. كتاب الله وسنة رسوله فتاوى شرعية وحلول لمشاكل جلية، فيها يتبين الحق فتواصوا به. وتواصوا بالحق يأتيكم في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع القرآن، والتي نخصها لهذا العلم الكبير الإمام ابن الجزري في مئويته السادسة. مشاهدينا الكرام، بعض الناس يتفوق بسبب قوة الحفظ، وبعضهم يتفوق بسبب اجتهاده وسهره وصبره وإصراره وكثرة رحلاته العلمية، بعضهم يتفوق لشدة إخلاصه ولورعه ولزهده ولتواضعه. وقد اجتمعت هذه كلها في شخص الإمام ابن الجزري. كان الإمام ابن الجزري يمثل موهبة قرآنية حقيقية، فهو موهوب في حفظه، موهوب في همته، موهوب في دقته العلمية، موهوب في ذكائه، في نباهته، وقبل كل ذلك كان موفقا في توجهاته كلها، موفقا في شيوخه، في تلاميذه، فيما ذهب إليه من التآليف والنظم رحمه الله تعالى. الآن مشاهدينا الكرام، نتوقف مع كلام نفيس للدكتور غانم قدوري الحمد في فقرة قصيرة يبين فيها الدكتور عوامل تكون الشخصية العلمية عند ابن الجزري رحمه الله تعالى. تميز ابن الجزري كان في جوانب متعددة، وأول هذه الجوانب هو التكوين العلمي لابن الجزري. شخصية ابن الجزري العلمية شخصية متميزة في عمقها العلمي وحاطتها بموضوع القراءات وعلوم القرآن وعدد من علوم الشريعة والتاريخ واللغة. وحاولت أن أتلمس أو أقف عند
العوامل التي أسهمت في تكوين هذه الشخصية فجمعتها في ثلاثة أمور. أولها الحفظ المبكر للقرآن الكريم، فكما تفضل فضيلة الأخ الأستاذ دكتور أحمد هو حفظ القرآن وهو صغير، وأما به وهو في السنة الرابعة عشر من عمره فيما أذكر. ثم التلقي المبكر عن الشيوخ، فقد رحل بعد أن استنفد القراءة على شيوخ الشام، رحل وعمره 17 سنة للحج، وأخذ عن علماء القراءة في الحجاز في المدينة ومكة. ثم بعد سنة رحل إلى مصر والتقى بكبار الشيوخ فيها وأخذ عنهم القراءات وقرأ عليهم كتبها. والجانب الثالث هو الرحلة المبكرة، هو حفظ القرآن مبكرا وتلقى العلم مبكرا ورحل مبكرا، فهذه العوامل أتاحت له تكوين شخصية علمية فذة في سن مبكرة. شاهد ذلك ودليله أنه ألف أول كتبه التمهيد في علم التجويد، وهو أصل من أصول هذا العلم، وعمره لا يتجاوز 18 من عمره. ألفه في رحلته إلى القاهرة في سنة 69 و700، ثم ألف كتاب منجد المقرئين بعد سنتين أو ثلاث، وعمره 23 سنة، وهو أصل من أصول القراءات وأسسها وما يتعلق بتواترها. فهذه العوامل الثلاث كونت هذه الشخصية الفذة العلمية الفذة. من جوانب التميز في شخصية ابن الجزري ما يتعلق بالتأليف، فابن الجزري قد كتب مكتبة علمية كبيرة في علوم القرآن والحديث والتاريخ واللغة أيضا، فتجاوز كتبه 80 مؤلفا وأكثرها معروف لديكم. لكن مما تميز به ابن الجزري في هذا الجانب هو البداية القوية والمبكرة في التأليف، فهو قد كما ذكرت ألف وعمره لا يزال في يعني في ريعان شبابه وأول شبابه، وألف كتابا يعني ليس كتابا صغيرا أو في علم سهل أو بسيط، وإنما ألف كتابا كتاب التمهيد في علم التجويد. ثم ألف بعد ذلك ونظم وقرأ بعض شيوخه ما كتب، وهذه البداية المبكرة في التأليف استمرت حتى كون هذه المكتبة، وكتب واستمر في التأليف حتى السنين الأخيرة من عمره. إذا مشاهدينا، كلام الدكتور غانم كلام نفيس، ينبغي أن نتوقف قليلا عند كلام الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد. سوقفنا موضوع التبكير في طلب العلم وأثر ذلك على شخصية الطالب وعلى ثبات العلم عنده. وبالمناسبة هذا نداء إلى شبابنا في كل مكان، يا شبابنا نريدكم أن تبكروا في ميدان القرآن الكريم وفي ميدان العلم عموما، فإذا لم تبكروا في الطلب ضيعتم فرصة السبق في مضمار العلم. لدينا في تاريخنا رجال عظماء، أبرز ما ميز هؤلاء طلب العلم مبكرا، انتبهوا طلب العلم مبكرا. أعطي أمثلة: الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، الإمام ربيعة الرأي، الإمام البخاري وغيرهم في شتى مجالات العلوم الشرعية. نسأل الله تعالى لشبابنا وأبنائنا التوفيق والسداد والنجاح. نعود مرة أخرى إلى ابن الجزري، نتساءل ما الذي أضافه ابن الجزري؟ لماذا نعتبره إماما مجددا في علوم القراءات؟ دعونا نتابع هذا المقطع التالي من كلام الأستاذ الدكتور إبراهيم الدوسري لنرى فضل الإمام ابن الجزري في حسم الكثير من الخلافات والمشكلات العلمية. ابن الجزري رحمه الله أصل هذا العلم، أصل علم القراءات وربطه بسلف الأمة، وبين أن القراءة سنة،
ذكر في مطلع كتابه ثلة من الصحابة ومن تبعهم ومن جاء من بعدهم من بعدهم ثم القراء السبعة والعشرة ثم من جاء من روى عنهم ثم أصحاب الاختيارات، وهكذا تكلم عن أئمة القراء رحمه الله. وهو لهذا يوصد الباب على من يشكك في مدى أهمية هذا العلم، فعلم حفظه أو حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله أطهر جيل وأنقى الناس وأزكاهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن أجلة العلماء، لا ينبغي ولا يجوز أن يقلل من شأنه أو يقدح في قيمته أو أنه الاشتغال به يضيع الأعمار أو يفوت الفرص في العلوم الأخرى، هذا لا ينبغي أن يقال، فإنه لا يقول به من وقف على تاريخ هؤلاء الأعلام وما بذلوه من جهد وما تفرغوا فيه. فهذا ذكر الإمام تابع الجليل عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب بن رويعة رضي الله عنه الذي قرأ على ابن مسعود رضي الله عنه وعلى علي بن أبي طالب وعلى عدد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الإمام مكث 40 عاما يقرأ القرآن الكريم ولم ينشغل بغيره مع حاجة الناس إلى جهاده وإلى علمه وإلى فضله، هكذا ذكر الإمام ابن الجزري. أصل الإمام هذا العلم بالاعتماد على التلقي والمشافهة في تعليم القراءات، وأنه يعتمد على التلقي، فلا يؤخذ القرآن خاصة مع الفورة الإعلامية الآن من الاجتهادات الشخصية وهكذا، وإنما لابد من المشافهة، وينبغي أن يضم إلى المشافهة أيضا التربية. لا يكفي أن يتلقى القرآن عن طريق وسائل القنوات التي تيسرت الآن، هذه نعم تسد ثغرة كبيرة جدا وتؤدي مقصدا مهما، لكنها لا تغني من التلمذ بين يدي المعلم والمعلمة والدراسة المباشرة، لأن هنالك التربية وهي أولى وأجل، والقرآن جاء لتزكية النفوس قبل حفظه. مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا الكلام للدكتور الدوسري، أعود فأقول علم القراءات علم عظيم النفع كثير الفائدة، له ارتباط وثيق بعلوم قرآنية كثيرة، لذا فإن التأليف في هذا العلم علم القراءات يستمد شرفه من شرف القرآن ومكانته الرفيعة. الآن نتوقف مشاهدينا الكرام لنشاهد هذا التقرير عن مؤلفات الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. لم يتميز الإمام ابن الجزري بغزارة التأليف فحسب، بل تميز كذلك بنزعته الموسوعية، فبرغم كونه رأسا في علوم القراءات القرآنية والتجويد، كان له نصيب وافر في التأليف في علوم الحديث والرجال والأسانيد واللغة. وكان كتابه التمهيد في علم التجويد هو باكورة مؤلفاته، وكان عمره 18 عاما، ولا يزال هذا الكتاب مرجعا مهما عند كل دارس في علم التجويد. وفي القراءات يؤلف الإمام ابن الجزري كتابه تحبير التيسير الذي يتضمن القراءات السبع التي هي في تيسير أبي عمرو الداني، وزاد عليها القراءات الثلاث المتممة للعشر والتي كان للإمام ابن الجزري الفضل في إثبات تواترها. وأما عن كتاب النشر في القراءات العشر فهو أعظم مرجع يستعين به الطلاب والباحثون في هذا الفن، ففيه طرق الأداء وفيه الأسانيد والقراءات برواياتها وطرقها. واختصر الإمام ابن الجزري كتابه النشر وسمي المختصر تقريب النشر حتى يسهل على الطلاب أخذه. وإذا سألت عن النظم فهو صنعة الإمام ابن الجزري، وأشهر منظوماته طيبة النشر في القراءات العشر، وهي ألفية من 1014 بيتا تحوي القراءات العشر الكبرى. ومن منظوماته التي يعرفها طلاب القراءات ويحرصون على مدارستها منظومة الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية،
وأما منظومته في التجويد فيعرفها الصغار والكبار، واحتوت على مسائل التجويد في المخارج والصفات والإدغام والمدود وغيرها، وهو منظومة المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، والتي تعرف بين الطلاب بالمقدمة الجزرية. وكتب الإمام في طبقات القراء كتابه الشهير غاية النهاية. أما في غير القراءات والتجويد فقد كان للإمام ابن الجزري جهود في خدمة الحديث واللغة والرجال والأسانيد، وتظهر في هذه الكتب براعته في التأليف ومراعاته لحاجة الطلاب والعصر، وبلغت مؤلفاته نحو 80 كتاباً. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا التقرير عن مؤلفات ابن الجزري، أقول العلماء الكبار لا يؤلفون الكتب لمجرد التأليف، بل إنهم لا يكتبون إلا فيما تكون الحاجة إليه ماسة. فقد يكون هذا التأليف إما علما جديدا فيبتكره المؤلف، هذه واحدة، أو أن يكون علما متفرقا فيجمعه في كتاب، أو أن يكون علما غامضا فيشرحه ويوضحه، أو يجد كتابا، يعني يجد المؤلف كتابا معقدا فيبسطه، أو يجد كتابا مطولا فيختصره، أو مختصرا فيطوله، يطوله حسب الحاجة والضرورة. المهم أنه لا يكتب كتابا إلا لحاجة، وكلما كانت الحاجة أكبر اكتسب الكتاب أهمية بين أهل العلم. وهكذا كانت مؤلفات الإمام ابن الجزري بعد أن طاف البلاد وقرأ القرآن على كثير من الشيوخ، وكل شيخ كان يقرئه القرآن بمضمن كتاب من كتب القراءات. بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة ألف ابن الجزري كتابه العظيم النشر، ليجمع كل طرق القراءات المتفرقة. فلا يوجد الآن باحث أو مؤلف في فن القراءات إلا ومرجعه الأساس كتاب ابن الجزري النشر في القراءات العشر، لأن ابن الجزري وضع فيه زبدة اطلاعه وقراءاته وتحقيقاته. يكفي أن الإمام ابن الجزري مشاهدين الأكارم رجع في هذا الكتاب إلى أكثر من 60 كتابا من أمهات الكتب في علم القراءات، قرأها وتلقاها بالسند المتصل، ولخصها وحررها وجمع بينها في هذا الكتاب العظيم، كتاب النشر في القراءات العشر. مشاهدينا الكرام، هذا كتاب عظيم، أدعو الجميع إلى اقتناء هذا الكتاب، خصوصا طلبة العلم طلبة القراءات، لاقتناء هذا الكتاب العظيم والاستفادة بما فيه من الكنوز العظيمة. مشاهدينا الكرام، توقف مع فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. عمري 14، بحب الموسيقى، بحب كبرتها، بحب السلمة، خواتي فارس اسمي، بحب ازرع. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مع القرآن، والتي نخصصها لعرض سيرة عالم من أكابر علماء القراءات، وهو الإمام ابن الجزري في مئويته السادسة، والندوة التي نظمتها جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن بمناسبة هذه المئوية. مشاهدينا، بعض المؤلفين تغيب عنهم الدقة بسبب كثرة التآليف، فيقولون يقال عن هذا المؤلف حاطب الليل. لماذا يقال حاطب الليل؟ في الحقيقة حاطب الليل يجمع الحطب ويجمع يعني الغث والسمين، وكما يقول بعض التابعين قد يضع في حزمة الحطب الحية وهو لا ينتبه إليها. هذا هو حاطب الليل، يجمع الغث والسمين.
ولذلك يتجه كثير من العلماء إلى الإقلال من المؤلفات حتى لا تكون الكثرة على حساب الدقة. لكن الإمام ابن الجزري إمام عجيب، كما بهرنا بكثرة مؤلفاته فإنه يبهرنا كذلك بدقته الكبيرة في المسائل، فقد اعتنى عناية فائقة بمقارنة الأقوال وترجيح الصحيح منها، وكان لا يدع عبارة تمر دون تمحيص. ولذلك أنا أدعو المشاهدين الكرام إلى متابعة الأستاذ الدكتور أحمد شكري وهو يتحدث عن الإمام ابن الجزري وتحقيقه في دقائق المسائل. من مظاهر النبوغ عند هذا الإمام الجليل تحقيقه في دقائق المسائل. اشتهر بلقب المحقق، ولم يكن لينال هذا اللقب دون اجتهاد وتحقيق لدقائق المسائل وغوامض الأمور وخفايا التفريعات الدقيقة. ومما يشهد له بالتمكن في التحقيق والتدقيق أمران، أولهما عناوين مجموعة من كتبه ألفها لتحرير وتحقيق مسائل خفية دقيقة، ومنها رسالة عنوانها الأربعون مسألة في القراءات أو الألغاز الجزرية أو ألغاز ابن الجزري، وهي عبارة عن منظومة من نحو 40 بيتا. إذا عندك الموضوع فعلى كل حال، وهي منظومة من نحو 40 بيتا فيها 40 مسألة من المسائل المشكلة في القراءات. أولها: سألتكم يا مقرئ الأرض كلها، انظروا إلى السؤال لمن؟ سألتكم يا مقرئ الأرض كلها حروفا أتت في الذكر للسبعة الملا. ولا يخفى علينا أن التأليف في مثل هذه المسائل وأن التوجه بالسؤال إلى العلماء الكبار الذين قد يكونون يعني محصورين في مكان خاص، فضلا عن أن يسأل علماء الأرض كلها، كل هذا يدل دلالة ظاهرة على تمكن تام في فروع وجزئيات ودقائق هذا العلم. لاحظوا عناوين مجموعة من كتبه: تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان، التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد، الفوائد المجمعة في زوائد الكتب الأربعة، التبصرة والهداية وتلخيص العبارات والكافي. تأليف مثل هذه الكتب يحتاج إلى علم عميق وقراءة متأنية مستوعبة للكتابين أو للكتب المقارن بينها، لئلا يفوت المؤلف موضع أو مسألة فيقع في التقصير والنقص. وقل من علماء القراءات من ألف في مثل هذا الموضوع مقارنا بين كتابين أو أكثر من كتب القراءات. معظم الناس يركب الطريق السهل ويؤلف كتابا مثلا في المرويات أو في أصول القراءة أو فرشها أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الأسهل. صاحبنا إمامنا لم يكن ليرضى لنفسه أن يسلك هذا الدرب أو هذا السبيل، فقد كان حريصا على الإمتاع والإتحاف والإفادة لغيره، فولج هذه الموالج الصعبة الضيقة التي تحتاج إلى علم غزير وإلى تدقيق وتحقيق في المسائل. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذه الفقرة للدكتور أحمد شكري أعود فأقول: في كتاب من كتب الإمام ابن الجزري، هو كتاب غاية النهاية في طبقات القراء الإمام ابن الجزري، وردت يعني أورد تراجم لأكثر من 40 شيخا من شيوخه، وكان يذكر كل واحد منهم بما يليق به من الثناء والتوقير والاحترام، يعني شيء عجيب، ينعتهم بأجمل النعوت. وهذه حقيقة هي أخلاق طالب العلم وأخلاق أهل القرآن. وهذا الاحترام والتقدير لهم لا يعني، انتبهوا لهذه النقطة، لا يعني أنه كان يوافقهم تماما في آرائهم وأقوالهم، بل كثيرا ما كان الإمام يخالفهم ويعترض عليهم ويرد بعض أقوالهم بالحجة والعلم، لكنه يستعمل أرقى العبارة في النقد وأجملها، رغم أنه تفوق على أشياخه في العلم. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع ضمن هذا التقرير وهذه الفقرة الدكتور حاتم جلال التميمي وحديثه عن تفوق الإمام ابن الجزري على شيوخه. المظاهر الإبداعية التي تميز بها هذا الإمام العالم الجليل أنه فاق يعني شيوخه شهرة واستفاضة وعلما وتأليفا ونفعا. يعني العجيب دائما أننا نترجم للتلميذ تبعا لشيخه، لكن في حق ابن الجزري قد تنعكس هذه المعادلة، فنعرف الشيخ بتلميذه، فنقول مثلا ابن الجندي شيخ ابن الجزري، أو ابن الصائغ شيخ ابن الجزري. أيضا من المناقب التي تفرد بها ولعلها لا تتكرر كثيرا
أن بعض شيوخه طالعوا مؤلفاته وحفظوا بعضها، بعض المنظومات أو الأشياء التي كتبها ابن الجزري بعض شيوخه حفظ بعضها، كما ترجم السخاوي عنه قائلا: كذلك نظم الهداية في تتمة العشرة وسماه الدرة، وله 18 سنة وربما حفظها، اللي هي المنظومة، أو بعضها بعض شيوخه. مشاهدينا الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا أراد حامل القرآن أن ينال شرف الخيرية لا يكفي أن يتلقى القرآن ويتعلمه ويسافر للمشايخ ويسهر في التعلم، بل عليه أن يؤدي زكاة علمه بالتعلم. وهذا ما فعله الإمام ابن الجزري. تلاميذه ملأوا الدنيا، تلاميذه الذين درسوا درسهم وقرأوا عليه وأخذوا عنه يتعذر إحصاؤهم أو الإحاطة بهم لكثرتهم وتباعد بلدانهم. فقد أقرأ الإمام ابن الجزري القرآن، أقرأه في الشام، في مصر، في الحجاز، في اليمن، في العراق، في بلاد فارس، في خراسان، بلاد ما وراء النهر، بلاد الروم. ويكفي أن نعلم أن كل أسانيد القراء في عصرنا الحالي تمر بالإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. دعونا الآن نتوقف مع كلام النفيس للدكتور أحمد القضاة عن ابن الجزري وجهوده في نشر علم القراءات. من الأمور التي اهتم بها ابن الجزري رحمه الله إنشاء دور القرآن في دمشق، أسس دارا للقرآن، وفي شيراز أسس دارا للقرآن، وهي الدار التي كان يقرأ بها إلى أن توفي. من الملامح الرئيسة في حياة ابن الجزري أنه عالم ومعلم ومجاهد، جاهد مع السلطان العثماني إلى أن وقع في الأسر، وبعد الأسر كان هذا الأسر حجة له ورحمة له أيضا، بأنه بعد الأسر مباشرة نقل إلى بلاد ما وراء النهر، فبدأ ينشر علم القراءات حيث قرأ عليه كثيرون، وكأن الله عز وجل أراد لهذا العقل النابغ ألا يمكث في بلد واحد، بل أن يكون هذا الأسر سبيلاً لأن ينتقل إلى بلاد أخرى من أجل أن ينشر فيها هذا العلم. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا هذا الكلام للدكتور القضاة، أقول عندما نرى الإمام ابن الجزري حريصاً على إنشاء مراكز القرآن ودور القراءات ندرك تماماً أهمية هذه المراكز وهذه الدور في نشر القرآن الكريم ونشر علوم القراءات. هذا خير عظيم لا شك، وهو من أسباب النهضة القرآنية بإذن الله تعالى. وذلك لو تابعنا حقيقة في زمان الحالي سنجد مراكز التحفيظ انتشرت في كل مكان، وهذه يعني بادرة خير ومبشرة بخير كثير. نتوقف مع هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ثم نواصل، فابقوا معنا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نقل الأحداث واختصار المسافات في كل الإمارات. أبوظبي مصدر مدينة الطاقة النظيفة. دبي مفاجآت في مهرجان دبي للتسوق. الشارقة انطلاق بطولة العالم للزوارق، اكتشافات أثرية مهمة. عجمان ملتقى شاهندة للإبداع الروائي. أم القيوين ملتقى الشباب ترابط وتلاحم. الفجيرة مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما. رأس الخيمة مؤتمر الاستثمار الصناعي الخليجي. نحن في قلب الحدث كل يوم وكل لحظة في أخبار الدار. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج مع القرآن، والتي نخصصها للحديث عن سيرة وترجمة عالم من أكابر علماء القراءات، وهو الشيخ العلامة ابن الجزري. مشاهدينا الكرام، ربما كان حديثنا السابق عن ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذه الحلقة يشعر المشاهد الكريم أن ابن الجزري قد أفنى حياته في علم القراءات والتجويد فقط،
لأن جهده الكبير ورحلاته الطويلة في تحصيل هذا العلم وخدمته تحتاج إلى تفرغ تام لهذا الفن. لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن الإمام ابن الجزري لم يكن اهتمامه منصبا على علم التجويد وعلوم القراءات فحسب، بل كان الإمام ابن الجزري عالما في اللغة والنحو والحديث والرجال. الآن إليكم مشاهدينا الكرام طرفا من اهتمامه رحمه الله تعالى بعلوم الحديث من كلام ضيفنا الدكتور حاتم جلال التميمي. الميدان الآخر الذي أبدع فيه ابن الجزري غاية الإبداع واشتهر به هو ميدان الحديث، ولذا نقرأ في مقدمة اسمه الحافظ ابن الجزري. والحافظ كما تعلمون أيها الإخوة الأكارم رتبة علمية من رتب أصحاب الحديث، فهو ليس لأنه يحفظ القرآن الكريم هذه تحصيل حاصل، وإنما الحافظ رتبة نالها لما يحفظه من الأحاديث، فكما قيل إنه حفظ ألف ألف حديث بأسانيدها رحمة الله سبحانه وتعالى عليه. من ميزاته في علم الحديث أنه تفرد بعلو الرواية وحفظ الأحاديث والجرح والتعديل ومعرفة الرواة، وأورد أسانيده الصحيحين والسنن ومسند أحمد وموطأ مالك وغير ذلك كثير وكثير. أما مؤلفاته في علم الحديث فأيضا قائمة طويلة يطول استعراضها، لو قرأنا بعضا منها على عجالة: البداية في علوم الرواية، ثم كتابه الآخر الهداية إلى معالم الرواية، وأيضا التوضيح في شرح المصابيح وقد ألمح إليه في جلسات سابقة، له جنو الحصن الحصين أو بداية الحصن الحصين الكتاب المعروف المتداول، ثم اختصره في كتابين: جنو الحصن الحصين وعدة الحصن الحصين وغير ذلك. الكتب الثلاثة المتعلقة بالمسند التي استمعنا إلى كلام عنها سابقا ها هي بين أيدينا معنونة، نعم سنزيل هذه: القصد الأحمد في رجال مسند أحمد، المسند الأحمد فيما يتعلق بمسند أحمد، والمصعد الأحمد في ختم مسند أحمد. مشاهدينا الكرام، ما سأذكره الآن حقيقة هو حسرة في القلب. قد نسمع عن بعض العلماء والدعاة الكبار ممن يعني يفني زهرة شبابه في طلب العلم وبذله لطالبه، وإنه ربما اشتغل هذا العالم الكبير انشغل بالعلم عن تربية أبنائه التربية الصالحة، فيفسد ولد العالم بانشغال الوالد العالم، يفسد الولد بانشغال الوالد وإهماله له. وفي الحقيقة أنه ليس من السهل أن يجمع الإنسان بين العلم الغزير وأداء حقوق الأبناء في التربية والتعليم، لكن إمامنا الجليل ابن الجزري غير ذلك. هذا الإمام العظيم جمع بين الحسنيين، فأجاد في العلم وأجاد في التربية. فعلى الرغم من أن عدد أولادي بلغ عشرة أولاد، فقد كان سبعة منهم من القراء، ذكر منهم في كتابه غاية النهاية خمسة أبناء وابنتين، خمسة من الأبناء من القراء وابنتين من القارئات، أي أن سبعة من أولاده العشرة كانوا من القراء. نتوقف الآن قليلا لنتعرف على عناية ابن الجزري بأبنائه من جهة وبتلاميذه من جهة أخرى، ومع الأستاذ الدكتور أحمد شكري. المظهر الخامس شدة اعتنائه بتلاميذه وأولاده، فقد كان حريصا على متابعة أمور وتفاصيل دقائق حياة تلاميذه وأولاده، وقد يقال إن هذا هو الأصل في العالم، فلما تعده من مزايا؟ فأقول نعم، هذا هو الأصل في العالم، ولكنك حين تنظر في واقع كثير من أهل العلم تجد عندهم تقصيرا في هذين الجانبين أو في أحدهما، فقد يقصر العالم في تتبع أحوال أولاده أو تلاميذه أو هما معا، ويجد كل مقصر لنفسه ما يعلل به فعله، وقد لا يقف بعض أهل العلم عند التقصير فيتجاوزه إلى الإساءة كما نرى إلى الأولاد والتلاميذ كما نرى في واقعنا من بعض الناس. الآن من مؤكدات هذا الأمر بالنسبة لأبنائه أو أولاده الذكور والإناث أنه علمهم العلوم التي برع فيها،
كان يرحل بهم أحيانا معه ليقرأوا القراءات على كبار العلماء في الأمصار، أنه عين لهم مدرسا ومؤدبا من تلاميذه، وهو صدقة الضرير ليعنى بهم ويتابع أمورهم إضافة إلى تعليمه هو إياهم، وليبقى أمر تدريسهم مستمرا في غيابه وأسفاره الكثيرة. كان يتابع أمور أبنائه العلمية وأحوالهم عموما بشكل دائم أثناء وجوده معهم وأثناء سفره وبعده عنهم. فهذه مجموعة من المظاهر التي تدل على اعتنائه بأبنائه. أما بالنسبة لتلاميذه فحقيقة أنا وأنا أعد هذا البحث يعني قرأت كلاما في غاية الروعة والجودة عن اعتناء ابن الجزري بتلاميذه ومتابعته لأمورهم ووصفه إياهم في كتابه بأسمى وأجمل وأروع الصفات. مشاهدينا الكرام، في الختام ونقول وبعد مرور أكثر من 600 عام على وفاة الإمام الجزري علينا أن نتأمل قليلا في حال أبناء ذلك الجيل وأبناء جيلنا المعاصر لنرى بونا شاسعا في العلم والتربية والدقة العلمية والهمة وغير ذلك. ما هو المخرج؟ ما هو المخرج من أزمة الضعف العلمي والتربوي الذي نعاني منه؟ ألا يمكننا أن نستعين بهذه المدرسة العظيمة مدرسة الإمام ابن الجزري وإن كان بيننا وبينها 6 قرون؟ أتابع في الختام كلام الأستاذ الدكتور أحمد الضاوي في هذا الشأن. إذا هذه المسألة في التعليم، ما هو الخلل الموجود عندنا والذي يمكن أن نسده من خلال نظر في تجربة الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ نحن في الجامعات وكذلك في معاهد التعليم الكل يشكو من ضعف المستوى ومن تدني مستويات الطلاب ومن عدم قدرتهم على متابعة الدروس وكذلك ضعف المستوى اللغوي وضعف المستوى الشرعي، ودائما نرمي التبعات على الآخر ونبرئ أنفسنا نحن كأساتذة وكباحثين جامعيين من تبعات هذه المسؤولية، رغم أنه لنا دور قد يزيد أو ينقص في ضعف هذا المستوى وتحققه. لأننا في كثير من الأحيان لا نوجه طلبتنا توجيها سديدا وفق ما كان عليه سلفنا الصالح، فغلبة الأنظمة التربوية الغربية على جامعاتنا ومعاهدنا جعلنا للأسف الشديد نؤسس لهذا الضعف الحاصل لدى طلبتنا. فعندما تتأمل في تراجم مشايخنا وعلى رأسهم ابن الجزري رحمه الله لا تجد الرجل قد أخذ العلم مرة واحدة ولا على عالم واحد مرة واحدة، وإنما يأخذ العلم الواحد على علماء متعددين وفي فترات متعددة، مما يجعل الإنسان متمكنا من هذا العلم خصوصا ما يتعلق بعلوم الآلة، في حين ما يحصل لدينا نحن نتيجة اتباعنا لهذه الأنظمة التربوية الغربية، فجعلنا الأمور تخصصات والتخصصات أصبحت داخلها تخصصات أدق، مما جعل طلبتنا لا يستوعبون إلا هذه الجزئيات داخل منظومتنا العلمية والتعليمية، ثم إنهم لا يدرسونها إلا مرة واحدة ثم بعد ذلك يتركونها. كيف يمكن أن تتحصل لديهم ملكة لغوية أو ملكة شرعية إذا لم يكونوا على منهج سلفنا الصالح في تلقي هذه العلوم تعليما؟ فإذا ابن الجزري رحمه الله استجاب لهذه الحاجيات التعليمية، يتعين علينا أن نستفيد اليوم ونحن نحيي ذكرى هذا الشيخ الجليل ونحيي كذلك ذكرى المحافظة على القرآن الكريم بأن ننبه أنفسنا وننبه كذلك الجهات المسؤولة إلى الخطر الدائم الذي يتهددنا، خاصة ما يتعلق بلغتنا العربية وما يتعلق بالعلوم الشرعية، هذا الضعف الذي يزداد سنة وراء سنة، وكنت أعتقد بأنه موجود عندنا فقط في المغرب، فإذا بي أفاجأ انطلاقا من مثل هذه اللقاءات بأن هذه الطامة هي تعم البلاد
شرقا وغربا للأسف الشديد. والواقع أننا إذا روجنا لمشروع ابن الجزري وهو مشروع علمائنا التربوي، فإننا سنعمل كذلك على تقديم نموذج تربوي راقي ينقذ حتى الغربيين أنفسهم، لأنهم هم أنفسهم اليوم عقلاؤهم يتنادون بأن منظومتهم التربوية لا تحقق إنتاج، لأن دائما إنتاج بالمفهوم الرأسمالي والليبرالي، ونحن نقول يعني إخراج، نخرج للناس إنسانا كريما، إنسانا ربانيا، جيلا رباني يعي ما عليه من حقوق الله عز وجل وحقوق المجتمع، ويستجيب لهذه الحاجيات، بدل أن نخرج للناس أناسا يكونون عالة على المجتمع كما هو واقع الحال، ثم بعد ذلك نحمل المسؤولية لمؤسساتنا الجامعية والتربوية بأن تخرج العاطلين، لأنك أنت تخرج للناس أناسا فاقد الإبداع، ليسوا قادرين على الإبداع وليسوا قادرين على خلق الحاجة في المجتمع. لماذا؟ لأن العصر يتطور بسرعة، ولم يعد بإمكاننا فقط أن نخرج للناس أناسا يستجيبون للحاجيات، بل يتعين أن نخرج أناسا مبدعين يستطيعون أن يخلقوا الحاجة داخل هذا المجتمع. فابن الجزري رحمه الله بمسلكه التعليمي عمل على ماذا؟ على بلورة مشروع تعليمي تربوي إسلامي، وهو مشروع فيه الجمع على خلاف ما يعتقد كثير من الباحثين في علوم التربية والمتأثرين بالعلوم التربوية الغربية بأن هذه طرق البيداغوجية الحديثة إنما استفدناها من هؤلاء الغربيين، رغم أنها مؤصلة عند علمائنا. وكل من يراجع فهارس العلماء ويراجع برامج العلماء سيكتشف بأن علماءنا كانت لهم طرق بيداغوجية يعني تربوية فعالة، فكان لديهم ما يتعلق بدراسة المتن بمعنى دراسة الكتاب، ثم دراسة القضية يعني دراسة المشكلة، ثم التعليم عن طريق المناظرة، ثم التعليم عن طريق الفريق، ثم التعليم كذلك عن طريق حمل الطالب على الابتكار، ثم أن الأستاذ يراجعه فيما يبتكره ويصححه ويقومه. مشاهدينا الكرام، هذا هو الإمام الكبير ابن الجزري، وهذه حياته ورحلاته وجهاده. لعل هذه السيرة العطرة لهذا الإمام الجليل تشعر فينا جذوة الهمة وتجدد فينا العزيمة الصادقة في خدمة القرآن الكريم. شكرا لمتابعتكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج مع القرآن وفريق العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، والتقيكم في حلقة قادمة وعلم من أعلام هذه الأمة وحلقة جديدة من حلقات مع القرآن. الختام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.